من القصص الحقيقية سيدة اسمها لطيفة بن زياتن. هي سيدة مغربية بتعيش في فرنسا حياة طبيعية لحد ما اجى اليوم اللي غير حياتها. يوم 11 مارس عام 2012 انقتل ابنها عماد بهجوم ارهابي في مدينة تولوز الفرنسية. سيدة لطيفة مرضت وعاشت بصدمة لأسابيع بسبب خبر وفاته. تاريخ 24 ابريل عام 2012 يعني بعد شهر من وفاة ابنها، انشأت جمعية عماد للشباب والسلام وكرست حياتها لمكافحة التطرف الديني والارهاب علشان خلت ذكرى ابنها وتخلي هذه المأساة درس لكل شخص بتسول له نفسه انه يرتكب هذه الجرائم بحق الابرياء. ومن 10 سنوات ليومنا الحالي وحياتها مكرسة لتبعد الشباب عن الفكر المتطرف وتعلمهم انه حقيقة الاسلام هو دين محبة واعتدال. بسبب جهودها الانسانية تكرمت من الشيخ الازهر الشريف ومن البابا فرانسيس وتلقت جائزة زايد للاخوة والانسانية بعام 2021، وقامت وزارة الخارجية الامريكية بمنحها جائزة اشجع امرأة دولية. الف رحمة على روح البطل عماد.